أظهرت دراسة أجراها ثلاثة علماء ألمان أنهم عثروا على دليل مخبري يؤكد أن فيروس كورونا تم صنعه وإنتاجه داخل مختبر بنسبة 99%. وأضاف العلماء أن الفيروس ربما يكون نسخة تم التلاعب بها من فيروس طبيعي ومعدل وراثي بشكل متعمد، وأوضحوا أن الأساليب التي استخدمت لصنع الفيروس تستخدم بطريقة مشابهة جدا من قبل المختبرات الفيروسية المتخصصة لإنتاج فيروسات اصطناعية.